عليكم، أهلين فيكم في مراجعة جديدة. اليوم راح نتكلم معاكم عن تلك القطعة. طبعاً مثل ما تشوفون القطعة دي قاعدة تشحن معاكم الأبل واتش والآيفون، برضو تشحن الأيباد، وبرضو يجي معاها من الخلف ثلاث مداخل USB تقدر تشحن فيها أي جهاز ثاني، تحط أي سلك عندك تشحن بالجهاز. راح نشوفه معاكم الحين. نفتح معاكم القطعة. هذه القاعدة، الأشياء الداخلية حق الساعة وقاعدة الجوال وكل شيء راح تشوفونها من الداخل. تفتحها من هنا وتشوف أغراضها كلها من الداخل. من الخلف يجي معاك ثلاث مداخل USB تقدر تشحن فيهم جوالات، مثلا تحط الساعة هنا، تحط جوالك هنا، برضه تقدر تشحن مثلا آيفون أو أي شيء من وراء. الماكسيموم حق كل قطعة 12 واط، تكون شحن ممتاز لأي جوال. طبعا مش شحن سريع سريع 29 واط أو شيء، بس إنه شحن أفضل من 5 واط اللي يجي مع قطعة الآيفون. هنا مثل ما تشوفون القطعة بعد التركيب وكل شيء، إذا ركبت الجوال هنا راح يكون في مسافة من وراء، على حسب إذا كان عندك غلاف أو شيء تقدر تلعب بالمسافة هنا عشان تقرب الشيء، يكون ستاند عادل ما يخترب مدخل الشاحن الآيفون من تحت. كذا خلاص القطعة متسندة على الجوال، وأي وقت تقدر تفصله تقدر ترجعه في أي وقت. كذا خلاص راح يكون نفس المسافة حقتك بجوالك. وبرضو ساعة أبل طبعا ما يجي معها اي سلك شاحن، انت تشتري الشواحن حقينك وتركبهم، ساعتها برضو تركبها كذا تشحن معك مثل ما تشوفون. ويجون معاه من الخلف مثل ما قلت لكم، مداخل الخلف راح يجون 12 واط لكل مدخل، فالمجموع كلهم اعلى شيء يعطيك اياهم المداخل هذه 36 واط. وبس في نهايه المراجعه هذه لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، وانتظروا الفيديوهات الجايه والسلام عليكم.